ملفنا الثالث من السودان. توقفت الحركة التجارية وخلت بعض الشوارع في العاصمة وأجزاء أخرى من البلاد من المارة، تلبية لدعوة المعارضة بالدخول في إضراب عام على أمل أن يصل إلى عصيان مدني شامل. يأتي هذا وسط تصاعد الضغوط الشعبية لتنحي البشير ومبادرات لقيادات إسلامية تبحث عن مخرج للاحتقان السياسي. البلابل 5 مارس الشارع ده بالذات بيكون زحمه. يشعل المحتجون في السودان منصات التواصل بفيديوهات تؤكد نجاح الاضراب العام الذي دعا اليه تجمع المهنيين ليوم واحد. الصيدليات مقفله. إضراب يمهد وفقاً للمعارضة لبدء سلسلة إجراءات تصعيدية تحدد سقفها بإسقاط نظام الرئيس عمر البشير، رافضة ما تصفه بمحاولات إصلاح النظام، في إشارة منها إلى التعديلات الحكومية والعسكرية الأخيرة التي أجراها البشير. الخطوات البعدة اللي هي مواصلة في الإضراب والإضراب ثم العصيان المدني، والعصيان المدني ده يا جماعة هو المقاطعة الكاملة لكل مرافق الدولة. إضراب 5/3. وتتمسك المعارضة السودانية بالتحضير لمرحلة ما بعد البشير، فقد أصدرت قوى الحرية والتغيير، وهي مظلة تضم تجمع المهنيين المعارض، بياناً حددت فيه خطواتها لما سمته ببناء المستقبل، وحصرته ببدء الترتيبات للانتقال إلى مرحلة ما بعد البشير وبدء صياغة دستور جديد ورسم برنامج لإدارة البلاد بعد البشير. وراه البقالة، البقالة شغالة. إلا أن مدى الاستجابة لدعوة الإضراب العام خيمت بظلالها على قادم الخطوات، فقد بث موالون فيديوهات من حي السجانة في الخرطوم للدلالة على فشل دعوات الإضراب. وبعيداً عن السجال الدائري بشأن مدى نجاح الإضراب، فقد عادت الاحتجاجات إلى التمدد خارج نطاق ولاية الخرطوم بعد أن انحصرت داخلها في الأيام الماضية، إذ خرج موكب من المحتجين في الجدارف شرق الخرطوم، وشهدت الجامعة الوطنية في العاصمة تجمعاً كبيراً للطلبة أطلقوا خلاله شعارات تحدٍ لتصريحات القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم الفاتح عز الدين الذي هدد المتظاهرين بقطع الرؤوس. في المقابل يواصل النظام السوداني مساعيه لاحتواء التحركات الاحتجاجية، حيث أطلق الأمن سراح رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض عمر الدقير بعد اعتقاله لشهرين، وسط تسريبات من أعلام النظام بإمكانية إطلاق جميع قادة الأحزاب المعارضة كمبادرة تمهد لبدء الحوار الذي دعا إليه البشير. نتكلم في هذا الموضوع من بروكسل الصحفي السوداني منعم سليمان، ومن الخرطوم أسامة عبد الماجد الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ مع أسامة عبد الماجد، كيف كان الإضراب اليوم؟ هل نجح؟ طيب، بكل الأحوال الإضراب، الإعلان عن إضراب لم يكن هو الأول من نوعه. دعا تجمع المهنيين في بداية الاحتجاجات إلى إضراب الأطباء بدءا، ثم عندما لم تفلح الخطوة بشكل كبير ولم تؤتي ثمار أو يعلن أن الخطوة آتت أكلها، أعلن بعدها لاحقا عن إضراب يشمل قطاع المعلمين. في تقدير أن الإضراب الذي تم الإعلان عنه لقطاع المعلمين قبل شهرين أو يزيد قليلا فشل تماما بشكل كبير، لكن إضراب الأطباء إلى بعض يعني استجاب عدد مقدر من الأطباء، استجاب عدد من الأطباء إلى تلك الخطوة. الآن تجمع المهنيين مضى في ذات الاتجاه بالإعلان عن إضراب شامل، لكن أنا في تقديري لم تنجح الخطوة أبدا لحزمة من الأسباب. بداية أن أعداد كبيرة، تعمل في القطاع العام، القطاع الخاص لم تستجب لهذه الخطوة. هناك أناس أعداد كبيرة من المواطنين، معلوم أن الخرطوم شهدت نزوح في السنوات الأخيرة. جل هؤلاء المواطنين يعملون في أعمال يومية، بالتالي من الصعوبة بمكان أن يمضي يعني، ولكن في لماذا في رأيك أسامة أنه بالتالي ستأثر ميزانية الدعوات الأسرة التي يطالب بها تجمع المهنيين للتظاهر تنجح، والدعوات لاستخدام أساليب أخرى للضغط على نظام البشير لا أريد أن أقول تفشل، ولكنها لا تكون بنفس مستوى الدعوة إلى التظاهر؟ بداية الدعوات بخلاف التظاهر هي يعني
غير متعارف عليها بشكل كبير في السودان. معلوم أن السودان لا يستجيب مثلا إلى الإعلان عن إضراب شامل أو الدعوات التي كانت قبل أيام بضرورة ارتداء النساء لثياب بيض. أنا أتوقع بعد غد أن تكون هناك دعوات للشباب مثلا بارتداء سترات صفراء كما أسوة بما يجري في فرنسا، أو ربما قد تتطور الدعوة من خلال مثلا دعوة الشباب إلى المشاركة في إحياء حفل غنائي مثلا، لتكون هناك من خلال تتم خطوات الاحتجاج. واضح جدا أن تجمع المهدين يجيص النبض ويحاول في كل مرة يقدم فكرة جديدة أو ابتداع جديد. ذات مرة تحدث عن مظاهرات ليلية، في مرة تحدث عن مظاهرات تكون في زمن محدد، في كل مرة هو يحاول. دعنا نسمع من منعم سليمان. واضح جدا أنه لم يصل على رأي معين حول هذه النقطة تحديدا، عن أنه تجمع المهنيين السودانيين يحاول أن يجس النبض بتصعيد آليات العمل الاحتجاجي ضد نظام البشير. تفضل. ليس صحيحا هذا. يعني تجمع المهنيين، أنا أولا في تقديري أن الإضراب اليوم كان ناجحا بنسبة 98%. يعني كيف عرفت أن الإضراب نجح وأنت تحدثني من بروكسل؟ أنا أحدثك عن من بروكسل، أنا صحفي يا أستاذ، والآن نحن نعيش في قرية صغيرة. يعني وهل أنت يعني عندما قلت بأن الإضراب لم ينجح، هل ذهبت إلى كل مناطق السودان لا وتأكد؟ يعني فقط أجب على سؤالي، يعني أنا هذا سؤالي، يعني أعطني دلائل، أعطني معلومات. أنا أستضيفك لتعطيني معلومات، ليست لتأخذ الأمر شخصي. يعني عفوا أولا في البناء لم أظن أنك الو والسكايب منعم تسمعني؟ نعم اسمعك. تفضل. يعني انا اريد معلومات. نعم نحن نرصد حركة الشارع، هناك لجان في الميدان ترصد يعني رصد دقيق، وهم يعني ناس غالبيتهم مدربين وصحفيين ونشطاء وناشطات، هم يعني وهنالك صور كثيرة نشرت في على مواقع التواصل الاجتماعي تثبت بأن الإضراب كان ناجحا بنسبة كبيرة. وحقيقة أنا شخصيا لم أتوقع ذلك، لم أتوقع هذا النجاح الكبير. طيب يعني ولكن يعني دعني أعطيك شواهد سيد منعم، أنه قبل ذلك دعا تجمع المهنيين لإضراب المعلمين السودانيين قبل وبعد مقتل المعلم السوداني في خشم القربة أحمد الخير، ولم ينجح ذلك، والدليل أن امتحانات الشهادة السودانية عقدت في مواعيدها. دعا قبل ذلك تجمع المهنيين لإضراب عام للأطباء السودانيين نجح جزئيا ولم ينجح بالشكل الكامل. وهنا دعني أسألك، يعني هل يدرك تجمع المهنيين ماذا يفعل؟ أقول لك يعني يجب أن تفهم التركيبة النغابية في السودان. عندما مثلا عندما يقوم الأطباء بعمل إضراب، فإن الإضراب دائما يكون ناجحا بنسبة 100%، ولكن عندما يقوم المعلمين او غيرهم دائما ما هنالك يكون يعني ما يعني لا اسميه فشل، ولكن يعني ايرور في الاضراب، وذلك نسبه للتخريب الذي طال النغابات في السودان. لذلك جاء تجمع المهنيين. نغابه المعلمين الحقيقيه، غالبيه المعلمين الان في السجون، غالبية النغابة الأصلية الآن في السجون أو مشردين أو خارج هؤلاء. يعني العملية التعليمية برمتها خريبة. يعني دعني أسمع من أسامة عبد الماجد في ذات الإطار، إنه الآن بعد أن دخلنا في الشهر الثالث لحركة الاحتجاجات السودانية، هل نجحت حكومة الرئيس البشير في امتصاص الصدمة الأولى والصدمة الثانية ربما؟ طيب بداية إذا نظرنا للإضراب الذي تم الإعلان عنه اليوم، أنا أعمل صحفي في صحيفة موجودة في قلب الخرطوم قريبة من القصر الجمهوري قريبة من المرافق الحيوية، وجل الصحفيين الذين كانوا يطوفون اليوم على دوائرهم
كان الأمر طبيعيا الذين ذهبوا إلى الدوائر الخدمية، الدوائر المتعلقة بالاقتصاد، الدوائر المتعلقة بالرئاسة، متعلقة بمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية والخارجية، كان الأمر طبيعي جدا في هذه المؤسسات. ثم أن الاتصالات اليوم لم تشهد أي انقطاعا، كذلك المواصلات، كذلك الصيدليات، القطاع الصحي، القطاع الطبي، واضح جدا أن الخطوة لم تؤتي أكلها ولم تنجح. أنا لا أريد أن أقول أنها فشلت فشل ذريع حتى يقال بأنها دافع عن الحكومة، لكن واقع الحال يغوص ذلك. بل إن الحكومة أعادت خدمة التواصل، خدمة الإنترنت في الأيام الماضية، مما يدل أن الحكومة لديها بعض الكروت التي تفهم جدا بأنها تفوقت بها على تجمع المهني. ثم هناك أمر آخر، أن الحكومة مضت في اتجاهات سياسية واضح جدا أنها أربكت تجمع المهنيين والمعارض بشكل عام من خلال إطلاق سراح عمر الدقير، وهو معلوم أنه رئيس حزب معارض يعارض بشرف، يعارض الحكومة بشراسة، تم إطلاق سراحه بالأمس. بل إنه راجت بعض الأغاويل بأن رئيس الجمهورية سيسجل زيارة عمر الدقير إلى منزله، لكن اليوم استفسرت بعض المسؤولين، أحدهم أكد لي أن ليس هناك من زيارة. لا لا، قبل ذلك حزب المؤتمر أصدر بيان واضح هذا جانب إنه ما راج من نية البشير لزيارة عمر الدقير إنه هذه الزيارة غير مرحب بها، يعني فقط لنثبت هذه النقطة. نعم نعم، انا اطلعت على هذا البيان، لكن بكل الاحوال الحكومه قالت ان الرئيس البشير لن يسجل زياره الى عمر الدقير. انا من طيب. خلال متابعاتنا لا اتوقع ان يقوم الرئيس البشير بزياره في هذا الدور، طالما انه شخص السيد منعم يعني هو سياسي معروف على ما تقول. سيد منعم تفضل. لم اسمع السؤال، عفوا، هناك مشاكل في الاتصال. طيب، هل سمعت السيد اسامه وهو يتكلم؟ نعم، انا اعطيك فرصه الرد على ما قال. يعني حزب المؤتمر السوداني اخرج بيان، اصدر بيان واضح بان يعني تلك هي اماني واشواق تمثل مؤتمر وطني، ولكن عمر البشير غير مرحب به، يعني ولا في بيت الزبير ولا اظن في اي بيت سوداني اخر. يعني هذا الرجل يعني لا احد يرحب به الا غله مستفيده طفيليه يعني. ولكن عمر الدقير رجل يعني مناضل كبير، وانا شخصيا هو لم يتكلم فقط عن عمر الدقير سيد منعم، هو قال انه كان اليوم في وسط الخرطوم، هو الرجل صحفي، وانه الدوائر الحكوميه كانت تعمل بشكل طبيعي، الحركه في وسط الخرطوم بشكل طبيعي، وانه الاضراب لا يريد ان يقول فشل ذريع، ولكنه كان اضرابا فاشلا. الإضراب لا يغاث بالدوائر الحكومية، الدوائر الحكومية أصلاً الدولة مختطفة، كل الدولة مختطفة من فئة قليلة، وهؤلاء هم رجال الأمن، وهم يعني نفس مثلاً أن تجد عادي في السودان موظف الضرائب هو الذي يضربك في المظاهرة. اسمع لي، يعني دعني لأنه هذا السؤال يطرح بشدة. منعم اسمع لي، يعني هذه 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 النقطة هي التي تعاب على نظام البشير طيلة الفترة الماضية، إنهم لا يستمعوا للرأي الآخر، لا يستمعوا للانتقاد. يعني الآن يبدو إنه تجمع المهنيين يقوم بنفس الشيء، لا يستمع إلا لصوته، يعني أي صوت آخر يقول إنه ما تقومون به الآن من قيادة للثورة قد لا يؤتي نجاح، لا يؤتي ثماره، هو في الطرف الآخر، الطرف الموالي لنظام البشير، لماذا لا يستمعون؟ أكون أنا الذي أقول ذلك وأنا لا أمثل تجمع المهنيين. لا، الآن أسألك بصفتك مراقب ومتابع، يعني إنه لماذا لا يستمعون للآراء الأخرى؟ وهذا كتبه كثير من الكتاب السودانيين، يعني كتاب مرموقين. الذين كتبوا، أنا يعني بعض أيضا متابع وكذا، هؤلاء يعني يحاولون إحداث شرخ بين مكونات الثورة السودانية الآن. التجمع المهنيين انا شخصيا لي تجربه معهم، يعني ارسلت واعرف بعض القيادات في تجمع المهنيين، وارسلت لهم وجهات نظر ككاتب لاناس مختلفين، يعني من قوى سياسيه مختلفه او من يعني من عامه الشعب، وكانت الاستجابه اليوم يعني التجمع المهنيين يقول ان حتى بيان الحريه واعلان الحريه والتغيير هو قابل للتطوير وقابل وبكل تواضع يدعو الاخرين الى المشاركه والمساهمه في هذا الاعلان. تجمع المهنيين هو يعني انا ما اعتقد بانه يعني هم حقيقه
يعني وصلنا من الانحطاط، يعني الحكومة تحاول، السلطة الحاكمة تحاول أن ترمي داءها على الآخرين. ما هو من هم تجمع المهنيين؟ نحن تجمع المهنيين. لا أنا معك يعني تماما، يعني دعي السيد أسامة يجيب على هذه النقطة أيضا، إنه يعني الآن، لأنه البعض كذلك يرى إنه المؤشر أو المنحنى للحركة الاحتجاجية في السودان وصل إلى القمة ولكنه الآن ينحدر، لماذا لا يستمع تجمع المهنيين للآراء التي تقول إنه ليست هذه الطريقة المثلى لقيادة الاحتجاجات في السودان؟ طيب السبب المباشر لذلك يعود ان تجمع المهنيين رفع شعارا واحدا لم يغيره، وهو في تقديره هو شعار اقصائي بحد كبير، عندما حتى تحدث يسقط بس كان هذا هو شعار تجمع المهنيين. بالتاكيد الحكومه لن ترضخ مباشره لهذه الخطوه، حكومه لديها 30 عاما في السلطه ومتجذره في البلاد، بالتاكيد لن تستجيب لهذه الدعوات من خلال احتجاجات يعني، ولكن مجهولة كانت في بداية غير معلومة هذا شعار من الذي يدير كيف تدار. رفعوا الشارع، نحن نتكلم عن وربما لا يوجد اختلاف على هذا الشعار لدى كثير من القوى السياسية، نتكلم عن الأدوات التي يتبعها تجمع المهنيين السودانيين لتحقيق هذا الشعار. طيب واحدة من الأدوات، حتى شعار نفسه شعار جاء من تجمع المهنيين نفسه، لأنه عندما تخرج الاحتجاجات وزارة الشعار ويكون مكتوبا حتى في مواقع التواصل الاجتماعي، معناته هذا هو شعار تجمع المهنيين. أما ثم أن هناك أمر آخر، أن الشعار الثاني الذي تلا هذا الأمر هو أي كوز ندوس دوس، معلوم هو مصطلح الكوز المعني به الإسلاميين في السودان، بالتالي كان هذا أثار حفيظة حتى الإسلاميين غير المؤتمر الوطني، مثل المؤتمر الشعبي وحزب عريق موجود في الساحة، وكذلك حركة الإصلاح الآن. يعني ربما هذه المسألة رمزية واللي حققها راشد، أنت تابعت أنه اللي داس المحتجين سيارة جهاز الأمن، يعني هي التي دهستهم وطبقت هذا الشعار الذي هو كان رمزيا إلى واقع وقتلتهم، يعني هذه نقطة أيضا لا تنسى أن تأخذها في عين الاعتبار. منعم، كلمة أخيرة أرجوك باختصار. أولا تجمع المهنيين يعني لا يحدد شعارات للجماهير، يعني لا يقول أن تسقط بس أو كل كوز أو كذا، هذه ثورة شعبية من عامة الشعب من كل مكونات أو كل الشعب. وبعدين يا أخي إذا أنا ضد هذا الشعار يعني، ولكن أو ذاك الشعار، ولكن معاه شعار تسقط بس. تجمع المهنيين لم يأتي بشعار تسقط بس، هذا صوت الشعب. أنا شخصيا ما يمثل من كما يمثلني تجمع المهنيين يمثلني تسقط بس، وإذا تنازل تجمع المهنيين عن تسقط بس فهو لا يمثلني. أشكرك جزيلا منعم سليمان، صحفي السوداني من بروكسل، من الخرطوم أسامة عبد الماجد الصحفي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكما.